بسم الله، لا تبارك الله، هادشي زوين تبارك الله. تبارك الله، كاين المليح؟ لا مليح، كلشي مليح. الله تبارك الله، ونقى. اي نقايا. تبارك الله. كلشي ترى باش ليب، كلشي من. تبارك الله. فينا ولي خديتي انت الوالد؟ فينا؟ هو الكبير، هو الكبير فيهم. هذا؟ انا يلا بادي ناخذ عاشي مشيت. لا تبارك الله بخير، اللهم بارك. الله يبارك. تبارك، شحال خديتي هذا الوالد تاعي؟ تاخذي شي؟ هادو 70. 70، اللهم بارك. لا تبارك الله. يا واش باقي شي واحد دا؟ صاحبه واحد. باقي واحد؟ صاحبه باقي واحد. وقال لي الوالد جا عند با عمر، راه عنده سلعه نقيه تبارك الله. يا طلع. كل عام. وهذا شحال واصل با عمر؟ هذا خير. هذا عمر قال هذوك 50 ألف. سلام خويا بخير، كي داير؟ صحه مزيان. هلا شوف شوف، انت عارف اللي بيعرض ما بيعرضش؟ انت عارف اللي كيلو؟ عايز سيد يجمع صنالة. ديالنا هذا. تبارك الله. هذاك شحال واصل العالم؟ يقول لك عزيز وصافي. شرط شي يكون عزيز رجع. شوف اليوتيوب شوف هذا، شد هذا. هذا؟ احنا قلنا هذاك موين شوي. موين؟ صغير من هذا؟ لا كبر منه. هكا. هكا. شوف انا ديالي انا كتشوفه دابا ماشي حموده، دابا حماده واقع تيف. يا بحال هذا، بحال هذا. يا لا اللي خديتي ديال اميمه كبر من هذا. الساعه ديالنا ولي 72. والله العظيم باقي كبر منو. هو هذا. كاع السلعه ديالنا كاع 70. والله العظيم واخا ما عرفتش شنو صار قال لي. خليك عزيز عليك صافي. واحد كبر من هذاك ولا هذاك كبار تشوفوا. ما صورشهم كاع. انشوف الاخوان، هادو حواله صغار شويه، هادو حوليات اللي ما عندهمش الكرونش يكونوا حوليات، وهذاك اللي الفوق حولي طالع في النيفو شويه. المهم حنا جينا هنا للجذور ديال الاصل ديال الحولي كما تشوفوا. والله وما بارك، هادو حوليات. كاينين الناس كيعشقوا الحوليات، داكشي علاش بغيت نوريكم الحوليات. مثلا هذاك الحولي اللي كتشوفوا فيه تيدير تقريبا 75000 حتى 4000 درهم، نقولوا حنا 70000، نعطيوه البري ديال 70000. ولكن لا راس عارف شنو تتاكل صراحه. هاد الناس كناخذو من عندهم، يعني من العائله، ناس كيوكلوا نقي وما تيغشوش. يعني صراحه خصك ترجعوا الناس للجذور وناكلوا. هادو حوليات صغار. كيجي مثلا واحد الشخص كياخذ حولي مثلا بحال هكاك وتيدي معاه حوليه صغيره بحال هكا، تيكون كيف تيقولوا الناس كيكون اللحم ديالها فتي ورطب كيف ما كتشوفوا. مثلا هذا الحولي. واحد المعلومه الله يرحم الوالدين بغيت نوصلها، هي ديال الحولي. واش سردي وجهه كحل او لا وجهه احمر؟ ماشي مشكل، ما كاين حتى شي فرق. هذاك الشيء يبقى غير منين. مثلا هذا الحولي سردي كينتمي لمنطقة مثلا ديال شيادمة، مثلا هذا حولي وجهه احمر كينتمي لمنطقة ديال الشلوح وكذا وكذا وجبل. فهمتوني شنو نوصل لكم؟ هذا هو الفرق. يعني ما كاينش شي فرق ما بين حولي احمر وحولي كحل في اللحم ديالو، الا في التأكيل. لا في التأكيل، يعني اشنو كياكل واشنو تيقصي، ويعني غيعطيك لحم زوين، لحم بوغوس. هذا هو الفرق اللي كاين الاخوان. من الاخر ما يكذب عليكم حتى شي واحد. المهم الحمد لله كاين نقاء وكاين رخص، ما يخافوش الناس ان شاء الله. وكل واحد غادي يرزق الله من حيث لا يحتسب.
كلشي غادي يعيد باذن الله عز وجل. الله يدير لي فيها الخير. المهم حاولنا نوريكم هادشي اللي قدرنا نوريكم الخوش. نتمنوا لكم الخير. كان معكم خوكم حماده. بسلام عليكم.